مرحبا بكم في قناه مطبخ تنيمسان. نهاري تصبحوا عيانين ولا مش عليكم الحال ولا ما عندكمش الوقت باش تعجنوا وتدلكوا الخبز، وبالصيف عليكم خاصكم تطيبوا الخبز العائله ديالكم، اليكم الحل. خبز سريع خفيف يجي ريشه بدون دلك لا تعب لا والو، تأدوا توجدوه في 4 ساعات قبل من المغرب. اليكم المقادير وطريقه التحضير. لتحضير هذا الخبز اول حاجه اللي نبداو بها نختاروا المول ولا الطاجين ولا السينيه اللي نعملوا فيها هذا الخبز. انني ماشي نطيبوا في هذه السوينيه، المقادير نعطيه لكم على حسب هذه السينيه. القطر ديالها 28 سنتيمتر، راكم تشوفوني عامله فيها الزيت. انا ماشي ندهنها مليح بالزيت، دهنوا مليح المول ديالكم بالزيت ورشوه تحبوا بالفرينه ولا بالسميد. حتى الجناب ما تنساوش باش تدهنوهم. انني ماشي نرشوه بالسميد، ندهنوه داير صاير باش ما يلصقناش الخبز في هذا المول. عندي حشويه تاع السميد رطب نرش به ونخليو المول ديالنا على جنب. كي دهنا مليح السينيه نبداو نفوتو المقادير. نحتاجو فيه الى كاس تاع الماء دافي. سعه الكاس ديالي هي 250 مللتر. دايما في الخبز خاصنا يكون عندنا الماء دافي، ما يكون بارد ما يكون سخون. كذلك نحتاج الى ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، نزيدو لها ملعقه كبيره تاع السكر. نخلطو مليح هاد المكونات غير بالفويل. كي ذوبنا مليح هاديك الخميره السكر، الان نزيدو لها بياض تاع حبه تاع البيض. هنا ماذا بيكم البيضه ديالكم تكونوا خرجتوهم في الفريجيدير، ما تكونش عندكم البيضه بارده، تكون عندكم درجه حراره المطبخ. نفضوا البياض نعملو في العجينه والصفار نخليو باش ندهنو به الخبز. بسم الله، نخليو الصفار على جانب ونحلو مليح هاد البياض تاع البيض ولا حنا نسميوها ولا جداد. حلينا البياض تاع البيضه مليح، الان زيدوا لها 3 معالق كبيره تاع الزيت. نبداو بسم الله المعلقه الاولى الثانيه الثالثه، ونضيفوا لها ملعقه كبيره تاع الخل. هنا الخل يكون عندكم ابيض ولا احمر، هذا الخل الدور ديالو محسن تاع الخبز. نخلطوا مليح هاد المكونات. هذا الخبز ساهل ماهل، ما نستعملوش فيه كام يدينا غير بالفويل. خلطنا كامل المكونات جيدا. هذه المرحله نمشيو نزيدوا الفرينه. شوفوا نفس الكاس اللي عبرت به الماء في الاول، نعبر به زوج كيسان تاع الفرينه. هذا الكاس الاول ونزيدو الكاس الزاوج. قبل ما نزيد الكاس الزاوج نزيد الملح حسب الذوق، نعملو ملعقه صغيره، انا ما عمرتهاش بزاف، ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. ها هو هذا الكاس الزاوج تاع الفرينه، ونخلط كامل المكونات غير بالفويل كما راكم تشوفوا. البنات ساهل ماهل، 4 ساعات ووجدنا هذا الخبز. خلطوه مليح حتى ينحلوا لنا كما دوك الكويرات تاع الفرينه. نخلطوه مليح، هنا نخلطو غير باش الفرينه ديالنا تنحل مليح. شوفوا القوام تاع العجينه، شوفوا ما سائله بزاف ما اصحى. هذا هو القوام تاع العجين. مباشره ما نخليه لا يخمر لا والو، نعملوه في المول. على هيئتكم المول ديالكم ماذا بيكم يكون واجد. نمشي نحي هاد الزايد اللي في العجين في الفوي ونفرغوه في المول. شوفوا البنات العجينه ديالنا كيفاش عامله، هايك يجي خفيف بزاف هذا الخبز البنات، روعه وساهل ماهل. نكبوه مباشره في المول، نحاول نبسطو باش كامل يجينا متساوي، ما يجيناش جهه طالع وجهه هابط. صاي بسطت العجينه ديالي في المول، عملتها كامل متساويه. بقى نوليو هذاك الصفار تاع الحبه تاع البيض اللي نحيناه في الاول كامل، نزيد له ملعقه صغيره تاع الحليب غير باش نخفوا هذيك الصفار تاع البيضه. نخلطو بالبانسو وندهنوا الخبزه ديالنا، ندهنوا كامل السطح ديالها ونكدي على الفرن ديالي يسخن ليه على 180 درجه مئويه. غير نكمل نكدي على الكوشه ديالي تسخن باش لو طون اللي تسخن لي الكوشه هذا الخبز ديالي يكون ريح شويه. هذا الخبز ما تعملوش يخمر بزاف، غير يريح 10 دقائق ولا 4 ساعات تكفي. ندهن مليح السطح. صاي كملت كامل الكميه تاع الصفار تاع الحبه تاع البيض، وحبيت نرشو انا بحشويه تاع السانوج، ولا تحبوا تعملوا له شويه تاع الجلجلان ولا ما تعملوا له والو. اذا نزينوا بشويه تاع السانوج، نقدي على الفرن ديالي يسخن لي على 180 درجه مئويه 10 دقائق، ويكون هذا الخبز ريح لي، ونعاود نطحيه في الفرن يطيب. بصح قبل ما نطحيه في الفرن دوك نوري لكم كيفاش يكون، نعاود نشوفكم ان شاء الله فيما بعد. خليت الخبزه ديالي 10 دقائق وهي تخمر، ما خليتهاش تخمر بزاف. نتوما تانيك ما تخليوهاش بزاف، وهنا كل وحده على حسب درجه حراره المطبخ ديالها. دو ندخلها طيب لي ونشوفوها ان شاء الله من بعد يطيب. صاير راني طيبت الخبزه غير دروا خرجتها من الفرن، نقولكم كيفاش انا طيبتها. كنت قديت الفرن ديالي على 180 درجه مئويه 10 دقائق وهو يسخن لي مليح. كي جيت باش نطيب الخبزه قويت عليه 200 درجه مئويه، طحيت السينيه ديالي في الوسط، عملتها طيب لي من التحت. كي شفت بلي الجناب ديالو بداو يحمروا عاود قديت عليها وحمرته من الفوق،
ودروا نحيوها من المول باش الخبزه ديالنا ما تعرقش في قلب المول، ونحطوها سوا فوق شباك ولا طاخشه. نحي الخبزه ديالي من المول ونعملها تبرد، نعاود نشوفوها ان شاء الله فيما بعد. صافي خليت الخبيزه ديالي بردت، تنفوت باش نقصها لكم باش نشوفوها كيفاش جات. بسم الله، شوفوا البنات كيفاش يجي، يجي خفيف، يجي روعه البنات. شباب بزاف هذا الخبز، سهل التحضير، مليح للبنات المبتدئات، مليح كي تكون المراه عيانه ولا تكون مريضه ولا ما تحبش تفوت بزاف الوقت في الكوزينه، ولا المراه كي تكون فنيانه. شوفوا البنات الخبز ديالنا كيفاش جا، خفيف، شوفوا خفيف البنات، سهل التحضير، خفا يوجد في 4 ساعات وما وجدتوا الخبيز العائلة ديالكم. هذا الخبز يعاون كل النساء، حنا كامل نسا نحبوا الحاجة السهلة، سواء تكون عاملة ولا ربات بيوت، ولا تكون مرات المرأة مريضة ما تحبش تدلك، ولا تكون ما تقاش تدلك، ما عندهاش بزاف الوقت، ما تحبش تفوت بزاف الوقت في الكوزينة، مبتدئة، يساعد كل أنواع النساء. نتمنى أن الوصفة تاع اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش البنات باللايك وبالتعليق الجميل ديالكم، اللي دائما يفرحني ويشجعني باش نواصل الأمام، ونشوفكم في صور أخرى إن شاء الله.